عبالة أنه وحدة موريتانية سودانية جاي بيها علي، لأن كان مكياج رهيب اللي تمكيجت بيه يعني. لبسوني باروكة سودة واشتغلت، بس ما قلت لأهلي. بعدين طلعت العمل ورا يمكن 6 أيام وسافرت بالعطلة للبيت. فتحت الباب، أمي كانت تقول لي هاي تي طالعة بالتلفزيون. قلت لها لا يابا هاي مو أني. قالت لي لا تشذبي. قلت لها بابا مو أني. قال هي الظاهر طلعت تروح تسوق، كل الناس عرفوني بسوق الشيوخ يعني، يعني بسرعة عرفت يعني، الصبغ ما أثر يعني ما الوجه. فقلت لها هذه مو للتلفزيون، هاي لازم نسويها بالكلية على مود يعطونا درجات عليها. كلهم ذولي أساتذتي وياي، بس هم صوروها طلعوها بالتلفزيون. قلت لها ايش بيها؟ ما بيها شيء. قالت هي ما بيها شيء تقهر، بس انت لو ما خلى راسك على كتف فاضل خليل من بكيت ماكو على ابني، يعني ما لازم اخلي راسي يعني، تريد انه خلاص يعني ما يلزم ايد ما يهيجي. وعدت يعني. هذا كان جميل. هذه ذكريات جميله جدا.